تواكب الإدارة العامة للطيران المدني قرارات مجلس الوزراء والخاصة بحركة المسافرين المغادرين والقادمين، وذلك في حركة لتسهيل المسافرين ودخولهم وخروجهم بالنسبة للمواطنين وغير الكويتيين أيضا وحسب الاشتراطات الصحية الموضوعة. نعم، هذا وأصبحت الحركة التشغيلية بمطار الكويت الدولي 7500 راكب يوميا، فيما لا تزال الإدارة العامة للطيران المدني في مرحلة إعداد الخطط التشغيل مع بعض الدول عن طريق الطيران المباشر. مطار الكويت الدولي يسير حسب النظم واللوائح وقرارات مجلس الوزراء بخصوص حركة المسافرين حسب الاشتراطات الصحية الموضوعة ومراحل التشغيل بالنسبة للمسافرين. وعلى هذا النهج الإدارة العامة للطيران المدني تسير حسب الخطة الموضوعة وقرارات مجلس الوزراء بخصوص حركة الملاحة الجوية. انطلاقا من شهر أغسطس تمت الإدارة العامة للطيران المدني على أرض الواقع تدارس جميع الإجراءات مجلس الوزراء المقر في إعادة تشغيل مطار الكويت الدولي، في فتح باب دخول الغير كويتيين ودول مجلس التعاون إلى مطار الكويت الدولي وفق اعتمادات وإجراءات الصحية المطلوبة لهم على حسب إجراءات واشتراطات المطلوبة، وعليه تمت إعادة تشغيلها وزيادة الطاقة التشغيلية في المغادرة وزيادة الطاقة التشغيلية في الغدوم إلى أن وصلنا إلى 7500 راكب، وتتدارس هذه الإجراءات على حسب واقع الصحي بالبلاد والدول المحيطة لذلك. شهر أغسطس شهد كثير من قرارات مجلس الوزراء بخصوص حركة الركاب، منها دخول غير الكويتيين المحصنين باللقاحات المعتمدة من قبل وزارة الصحة ورفع الحركة والطاقة التشغيلية للمسافرين، وأيضا قرار تسيير رحلات مباشرة مع بعض الدول. ولكن بالنسبة للقرار الأخير يكون حسب الضوابط الموضوعة من قبل السلطات الصحية وأعداد الخطط للتشغيل بموعد السماح للرحلات. الإدارة العامة للطيران المدني هي جهة تنفيذية لقرارات مجلس الوزراء الموقر، وعليه تمت تدارس جميع الإجراءات هذه كلها وإعادة تشغيل جميع طلبات التشغيل وفق الإجراءات الصحية المطلوبة في استراتيجية تشغيلية راح ترى خلال الأيام القادمة إن شاء الله بإذن الله إعادة تشغيل لجميع الجهات المسموح بها من قرار مجلس الوزراء على حسب الإجراءات التشغيلية المطلوبة وفق الإجراءات الصحية المطلوبة. نأكد ونحرص للجميع التأكد من جميع القنوات اللي تطلق منها جميع الأخبار أو التصريحات أنها تكون رسمية حتى لا تتم وياهم إجراءات ثانية تضلل أو تتوه جميع المسافرين، ونحرص على التزام في تلفزيون الكويت في جميع الإجراءات والاشتراطات المطلوبة ومواقع الإدارة العامة للطيران المدني الرسمية لاعتماد جميع الإجراءات التشغيلية في جميع الأصعدة. الإدارة العامة للطيران المدني هي جهة تنفيذية لقرارات مجلس الوزراء، وتضع نصب أعينها أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية الصحية، ويتم تطبيقها بمطار الكويت الدولي. يوسف صفر، تلفزيون دولة الكويت.